هذا المؤتمر، ونرحب بالسيد النقيب الأستاذ أنور عيسى. يعقد اليوم بمدينة عزاز مؤتمر تشاوري في عدة نقاط، منها تدخلات الحكومة في عمل نقابة المحامين الأحرار، اثنين مناقشة عدة نقاط في هذا المؤتمر. فهذا الموضوع احنا ما عم نشير عليه بالبنات. طبعا اليوم اجتماعنا لمناقشة موضوع تدخل الحكومة السورية المؤقتة في شؤون النقابة. طبعا هناك عدة مقترحات، تم الاجتماع للخروج بعدة نقاط انه السير عليها بالنسبة لوضع حد لتدخل الحكومة السورية المؤقتة في شؤون المحامين، وان شاء الله بالنسبة لنا كمحامين احرار سواء كان فرع الريف او فرع حلب قادرين على حل مشاكلنا بانفسنا بدون بعيدا عن تدخل الحكومة الغير قانوني. طبعا نحن اليوم ضمن اجتماع تشاوري للهيئة العامة لمحامي ريف حلب، طبعا هذا الاجتماع من أجل إيجاد الحلول حول التدخل الحكومي في شؤون نقابة المحامين، وأيضا منع نقابة المحامين من أيضا تنظيم الوكالات ضمن المحاكم.